بحضور عدد من الكتاب والأدباء والمفكرين، استضاف فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب الدكتور مهدي دخل الله في حوار مفتوح حول عدة قضايا. في إطار الحوارات والحيوية، يعني أنتوا لاحظتوا يمكن أنه العنوان أنه هو حوار مفتوح، والعناوين يطرحها المشاركون وليس المحاضر. يعني هذا شيء خلينا هيك نتدرب على نوع جديد من الحوار، أن المشاركين يكونوا وليس متلقين سلبيين فقط، وإنما هم في إطار التواصل هذا المعاصر يكونوا مشاركين في طرح القضايا. هذا اللقاء الحوار حول مستقبل سوريا بعد الانتخابات الرئاسية والاستحقاق الدستوري الذي حصل بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتربوية بكل القضايا في الداخل وفي الخارج، مع الأعداء ومع الأصدقاء، الأصدقاء الحلفاء والأعداء الذين شاركوا بالحرب على سوريا وما زالوا إلى اليوم يشاركون في هذه الحرب على سوريا بما فيها مساحات الإرهاب والقضاء عليها والثوابت الوطنية للدولة السورية، بما فيها طرد المحتلين الأمريكان والأتراك من الأراضي السورية، بما فيها الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعلى العلم الوطني والنشيد الوطني والجيش العربي السوري ومؤسسات الدولة السورية. خلال الحوار تم استعراض ما وصفه بجردة حساب بما حققه أعداء سوريا في السنوات العشر من عمر الحرب البغيضة التي تشن على الوطن بأرضه وشعبه، وما حققته الدولة السورية جيشا وشعبا وقيادة. كما ركز على ثلاث قضايا أساسية هي المقاومة الشعبية والقضية الفلسطينية والعلاقات الروسية السورية.